هذه اكسيد الكربون. حنا درك كاين معنا الصحافه لك دوك نزيد نروحو نشوفو طراي الكوزينه اسكو كاينه فتحه اللي كاين خطر اختراق بهذا المستعمل. الخطر الثاني انه قريب من جعبه تاع الفرن اللي سخونه قادر يقيسو هكا. للاسف يعني سجلنا في شهر جوان اواخر جوان يعني عائله كامله يعني توفت من هذا الغاز او اكسيد الكربون، ومؤخرا على مستوى حي 1600 مسكف الخروب سجلنا يعني زوج عمليات اختناق. يعني لحد الساعه الى غايه 10 اشهر سنه 2020 سجلنا للاسف يعني 9 وفيات. يعني هذه القافله التحسيسيه دائما حبينا نوعيه نغرسوا ثقافه اسعافيه وقائيه لدى الفرد المجتمع، خاصه مع انخفاض هذه درجه البروده واستعمال هذه الاجهزه التي تشتغل بالغاز. لابد ان يعي الاخ المواطن ان قبل اشتعال هذه الاجهزه لابد مراقبتها من طرف تقني مؤهل مختص، وكذلك مراقبه المدخنه الرئيسيه للعمارات، وكذلك الحاجه المهم هو توفير تهوية دائمة. منذ بداية الموسم يعني من أول جانفي إلى الآن إلى البارحة فقط جميع الإحصائيات لقينا في 33.03 المكالمات 1889 تدخل على مستوى المديريين تاعنا تاع قسنطينة، مديرية توزيع قسنطينة، من بينها اللي تدخلوا 628 هي كلهم يطالبوا ويقولوا بأن كاين تسربات تاع الغاز. تدخلت الجهات نتاعنا، تدخلوا على مستوى الوكالات الستة نتاعنا وكذلك على مستوى القطاعين، قطاع باب القنطرة بقسنطينة وقطاع ديدوش مراد، من أجل أننا نحتوي تلك التسربات ونعالجها.